feel like it could be more to me. Something wrong? No. Yes. I mean, it's me. I should not have done that. It's okay. No, it's not. بزاف ديال الناس ما عارفينش ان لي فيلم اللي تيكون فيهم الغناء يعني لاعبين على واحد لو تيم ديال الميوزيك وهذا والغناء بحال داكشي اللي هي ديال هاي سكول ميوزيكال بحال بالا لاند وقال سميتو. المهم بحال هاد السيل ديال الافلام ماشي لي زاكتور اللي تيكونوا تيغنيو قليل قليل. فين تتلقى شي فيلم اللي فيه لاكتور غنيت هو اللي تيغني؟ حيت الأغلبية ديال لي زاكتور راه صوتهم لا علاقة صوتهم ديال التبديل ماشي ديال الغناء يعني كلها وبلاص. دونك شنو تيديرو؟ تيجيبو مغني مغني ديال بصح كو سوا معروف مشهور أو لا ما معروفش، تيجيبو مغني. هاد المغني هذا هو اللي تيغني هاديك اللي تعطوه ديك لاسين، والممثل تيدير راسو هو تيغنيها، تلصقوا حاجة مع حاجة في المونتاج. يقدر بارفوا باش ما تبانش فيك، يعني بلاص ما يبقى هري يدير راسو تيغني وغتبان فيك بيان سيغ، تيقولوا ليه هير غني، تيطلقوا ليه هذيك الأغنية وتيغني بهذاك الصوت اللي هو لا علاقة ديالو صوته الأصلي. تيغني في المونتاج تيحيدوا صوته تيحطوا صوت لآخر باش تبان ريل. وعاوتاني هذاك المغني اللي غيجيبوه خاص يكون صوته قريب لهذاك الممثل باش ما يبانش فيك. يعني هادو هما لي ديتاي اللي الناس ما تنتبهوش لهم. وفي نفس الوقت هادشي علاش كنظن قليل عارف هاد اللعيبه بلي فين يبالك في شي فيلم شي واحد تيغني راه ماشي صوتو. يعني الاغلبيه نقدروا نقولوا حتى 90% كاع واقيلا ديال هادوك لي سين اللي كيبانوا ليكم فيهم الغنى راه ماشي الممثلين اللي كيغنيوها، تيكون مغني ولا مغنيه هما اللي جابوه يغني هذيك لاسين وتيكون صوته قريب لهذاك الممثل.